تشاهدون في هذه الحلقة معلومات مهمة عن الموقع الجغرافي والمقاطعات ومساحة الدولة. السكان واللغة والعملة الرئيسية للدولة. أشهر المدن السياحية. أشهر معالم الدولة السياحية. المناخ وما تشتهر به. شروط التأشيرات ونظام الجنسية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعي قناتنا بروتك للسفر والسياحة في حلقتنا لليوم، والتي سنتعرف فيها على دولة كرواتيا المعروفة بشواطئها وجزرها الخلابة وتراثها الثقافي والطبيعي. كل هذا سنستكشفه أكثر في رحلتنا اليوم إلى كرواتيا. قبل أن نبدأ نود أن نذكركم إذا كنتم تشاهدوننا لأول مرة بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. رحلة طيبة نتمناها لكم. اسم الدولة: جمهورية كرواتيا. الموقع الجغرافي والمقاطعات ومساحة الدولة: تقع كرواتيا جنوب شرق القارة الأوروبية، وتحديداً في المنطقة المعروفة سابقاً باسم يوغوسلافيا، وتحدها عدة دول وهي دولة البوسنة والهرسك والمجر وصربيا وسلوفينيا والجبل الأسود، وتطل غرباً وجنوباً على البحر الأدرياتيكي، لذلك نجد خريطتها تأخذ شكل الهلال تقريباً. تصل مساحة كرواتيا إلى ما يقرب من 57 ألف كيلومتر مربع، وهي مقسمة إدارياً إلى 21 إدارة أو فيما يسمى بالكونت. أما العاصمة الرسمية للبلاد فهي مدينة زغار. السكان واللغة والعملة الرئيسية للدولة: يصل عدد سكان كرواتيا إلى حوالي 4 ملايين نسمة، وهم يتحدثون اللغة الكرواتية، ويمكن العثور على أقليات تتحدث اللغة الصربية، لكن بنسبة ضئيلة جداً. تعد الكون الكرواتية عملة البلاد الرسمية، وقيمة الدولار الأمريكي يعادل تقريباً 8 كونة كرواتية. نظام الحكم: يعتبر نظام الحكم في كرواتيا نظاماً جمهورياً برلمانياً. يكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتمارس السلطة التنفيذية من قبلها مع رئيس الجمهورية الذي يتولى المنصب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أشهر المدن السياحية: من أشهر المدن السياحية في كرواتيا مدينة زغور. هي مدينة نابضة بالحياة، تتميز ببعدها التاريخي والذي جعلها تتمتع بمعالم تاريخية كبيرة كالكنائس والشوارع والقصور القديمة التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى. ومن أشهر معالمها كاتدرائية زغورب، كنيسة القديس مرقس، ومقبرة ميروجوج. مدينة دوبرفينغ، أو كما تلقب بلؤلؤة البحر الأدرياتيكي، وهي واحدة من أشهر الوجهات السياحية المطلة على البحر الأدرياتيكي، كما تتميز بجمال شوارعها ومنازلها البرتقالية التي تمنح الحيوية عند التجول بين شوارعها العريقة. مدينة سبليت، وهي مدينة ساحلية معروفة بمعالمها التاريخية العريقة مثل قصر ديقلديانوس والمدينة التاريخية، كما تشتهر أيضا بجمال شواطئها. أشهر معالم الدولة السياحية: من أشهر معالم كرواتيا حديقة بليتفيتش، واحدة من أجمل المعالم الطبيعية ليس فقط في كرواتيا بل في أنحاء أوروبا، وهي محمية طبيعية تقع غرب مدينة زغور، وتتكون من عدة بحيرات وغابات وشلالات رائعة، ودائماً ما يأتيها الزوار لاستكشاف بحيراتها والتمتع بجمال مياهها الفيروزية. شاطئ زلاتني رات، ومن أشهر الشواطئ المطلة على البحر الأدرياتيكي، وهو شاطئ الجزيرة براك المعروفة بجزيرة القرن الذهبي، واحدة من أجمل الجزر الكرواتية. يتميز شاطئ زلاتني رات بشكله الهلالي وأشجار الصنوبر الممتدة التي تعطي منظرا جماليا وفرصة رائعة للاستمتاع بنسيم البحر.
منتزه كارك الوطني يعتبر منتزه كارك النموذج المثالي للجمال الطبيعي والحياة البرية، يقع على امتداد نهر كارك جنوب البلاد، لتضم شلالات عالية ودافئة وبحيرات فيروزية للتجول بالقارب والسباحة، بالإضافة إلى عشرات الفصائل من الحيوانات والطيور. ما تشتهر به؟ عندما يبحث الناس عن أفضل الأماكن والشواطئ على البحر الأسود، فحتماً ستكون شواطئ كرواتيا هي وجهتهم الأولى، حيث تعرف بسحر شواطئها الممتدة وجزرها السياحية مثل جزيرة براك. ونتيجة لذلك ستجد في كرواتيا ألذ المأكولات البحرية على الإطلاق، كأطباق المحار وبلح البحر. المناخ: تتمتع كرواتيا بمناخ البحر المتوسط الذي يكون فيه المناخ بشكل عام حاراً وجافاً صيفاً، وبارداً ورطباً شتاءً. لذلك فإن أفضل الأوقات لزيارة البلاد يفضل أن تكون في فصل الصيف بين شهر يونيو حتى سبتمبر، حيث يكون المناخ أكثر دفئاً، يسمح بفرصة الاستجمام على الشواطئ وممارسة رياضة ركوب الأمواج المفضلة عند الكثيرين. النظام الجامعي: من أشهر الجامعات في كرواتيا جامعة زغور، هي واحدة من أكبر وأشهر الجامعات في منطقة جنوب شرق أوروبا. تأسست عام 1669 في مدينة زغور، وهي تضم 23 كلية في مختلف المجالات. جامعة سبيليت: تم إنشاؤها في عام 1974 في مدينة سبيليت، وهي تضم 13 كلية بالإضافة إلى عشرات البرامج. جامعة ريكا: وهي جامعة مرموقة تأسست عام 1973، وهي تتكون من 11 كلية في مختلف التخصصات العلمية. التأشيرات السياحية ونظام الجنسية: تعد كرواتيا وجهة حقيقية تستحق الزيارة، فإذا كنت تنوي السفر إليها للسياحة فيجب عليك الحصول على تأشيرة سفر، وهي تتطلب جواز سفر سعر المفعول، صور شخصية، برنامج سياحي لتفاصيل الرحلة يتضمن حجزاً فندقياً مؤكداً، تذكرة سفر للذهاب والعودة، وحساب بنكي للحالة المالية خلال الرحلة، بالإضافة إلى نموذج طلب التأشيرة الذي يمكن الحصول عليه من مكتب السفارة في بلدك أو إلكترونياً. يمكنك الحصول على الجنسية الكرواتية إذا كنت تنوي الإقامة الدائمة في البلاد أو التمتع بمميزات جواز السفر الكرواتي. يمكن الحصول على الجنسية الكرواتية عن طريق الإقامة الدائمة لمدة 8 سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب على الجنسية، الزواج من مواطن أو مواطنة كرواتية مع الإقامة الدائمة في البلاد. إلى هنا تكون قد انتهت رحلتنا في كرواتيا. نستودعكم الله حتى لقاء آخر في رحلة جديدة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وترك تعليقكم وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. شكرا لمتابعتكم. لحجوزاتكم ولمزيد من المعلومات سنكون سعداء جدا بتواصلكم معنا على موقعنا الإلكتروني www.protecagency.com.